السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عند يوم العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، إذا صادف يوم الجمعة، فما الأحكام المتعلقة في ذلك؟ إذا صادف يوم الجمعة في يوم العيد، عيد الفطر أو الأضحى، فإنه يجب أن تصلى صلاة العيد وأن تصلى صلاة الجمعة. ثم يقال لمن حضر صلاة العيد من المأمومين إن شاء حضر صلاة الجمعة، وإن شاء صلى بدلها ظهرا في بيته. هذا خلاصة. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.